أصدر القضاء الأمريكي أحكاما بترحيل ووقف أشخاص والسماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يتعارض مع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. وكان ترامب قد أصدر قرارا رئاسيا بمنع دخول رعايا 7 من الدول للدخول إلى الولايات المتحدة على رأسها إيران. الأمريكية من دخول الإرهابيين الأجانب، هذا هو ما برر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرارات الصادمة التي تتضمن حظرا مؤقتا على الزوار من سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن. Our dedication to peace. We do want peace. Secondly, I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. ترامب الذي قال إنه لم ينسى أحدا بعدما حدث في 11 سبتمبر ولا من سماهم بأبطال البنتاغون وهو ما دعاه إلى الحظر، اعتبر قراره تكريما لأرواح الضحايا ليس فقط من خلال الكلمات وإنما من خلال الأفعال بحسب تعبيراته. We want to ensure that we are not admitting into our country the very threats our soldiers are fighting overseas. We only want to admit those into our country who will support our country and love deeply our people. We will never forget the lessons of 9/11, nor the heroes who lost their lives at the Pentagon. They were the best of us. We will honor them not only with our words, but with our actions, and that's what we're doing today. القضاء الأمريكي بدوره نوى ترامب في تلك القرارات، فقد أصدرت محاكم أمريكية أحكاما قضائية بوقف ترحيل أشخاص والسماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يتعارض مع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. وأمر قاضي محكمة فيدرالية بولاية فيرجينيا السلطات الأمنية بمطار دالاس في العاصمة واشنطن بضرورة السماح لمحامي الموقوفين بالوصول إليهم ومنحهم تأشيرة الدخول لمدة 7 أيام حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على القضية والفصل فيها. كما قضت محكمة فيدرالية بولاية واشنطن بمنح الحق في الدخول لمسافرين اثنين منعا من دخول الولايات المتحدة عند دخولهما تطبيقا للقرار الرئاسي. شد وجذب وحالة من الانقسام تواجه الأمة الأمريكية، ووحدها الأيام المقبلة سوف تقرر ما إذا كان الأمر الرئاسي لترامب سيصمد في مواجهة العواصف الداخلية والخارجية على حد سواء.